Wen FM 91.2. إنسان قد ما يكون عقلي وقد ما يحاول يقول لا ما نمشيوش المؤامرة، ما نجم كان نوصل لهذايا. أول مرة ظهر لي فريق كار متاع فريق وظاهرة كار فريق يوقفوها ويطلبوا تدقيق في الأوراق، التدقيق في محتويات الواحد، ويقع استفزاز اللاعبين اللي عاملين معناتها مقابلة وعلى أعصابهم من الواحد وتعبانين، يقع استفزاز الواحد. ظهر لي الهدف نتاعهم هو خلق البلبله العوين هذه. ما نشتهم هل هي فئات معناتها معينه ام هو تصرف ممنهج او ماذا لي باش يكون هذا الصفاقسي في ومثل في لاعبي والمسؤولين الموجودين معناتها والاطار الفني اللي موجودين في الحافله باش يقع هنا تنير الصفاقسي وجماهير. يعني يجب يكون ثم تعليمات تنسيق بين المقرات الامنيه باش يقولوا راهي حفله النادي الرياضي الصفاقسي نتاع ديه بلاي صارت لها مشاكل، وهذا هنا نقولوا احنا النيه طيبه راهو سهلوا لها ما رانا الا زدت عكرت الامور. معناتهاش نكون نقولوا لا ما نراوش المؤامره، ولكن انا بالنسبه لي تراكم الاشياء هذه مش يكون كان النادي الرياضي الصفاقسي مستهدف. ان شاء الله يكون من اطراف معينه ونشاز ما يكونش ممنهج، ولكن احنا كان هيئه مديره مش ياخذين الاجراءات اللازمه. قعدنا معناتها عندنا اجتماع العشيه، حضرنا معناتها مكتوب وتنديد وطلب فتح تحقيق وتحميل كل من تجاوز كشخصي او شخصيا تجاوز شخصي او كهيكل، كل واحد يتحمل مسؤوليته، وطلب الاعتذار الصفاقسي وتحميل كل انسان. شكون تنديد فقط سي موسى باش ياخذوا قرارات بعد؟ احنا مش نراسلوا وزاره الداخليه، وزاره الشباب والرياضه، الجامعه، الهياكل المعنيه، ثم طالب مش نطلبوا فتح تحقيق وتحميل مسؤوليات كل انسان قام بالتجاوزات هذه وقيام الاجراءات اللازمه. نحن احنا هيك هو كهيئه مديره احنا مش نعملوا هذايا لكل فعلا ردة فعل ولكل حدث حدث.